شيخ جزاك الله خير. في الكلام على صفات الله عز وجل والتي هي قد تكون يعني بالنسبة للمخلوق هي صفة نقص، نعم، مثل صفة الملل، فهل يمكن يعني نقول بأن هذه صفة يختص بها الله عز وجل، أم نقول فعل؟ نحن نمل ونتضجر ويصعب علينا الشيء، لكن رب عز وجل ملله ليس كمللنا، ملله يختص به ولا نستطيع أن نكيفه. كالغضب مثلا، الغضب إذا غضب الإنسان تصرف تصرفا طائشا، ربما يطلق نساءه ويضرب أولاده ويكسر أوانيه، لكن هل غضب الله يستلزم هذا؟ لا يستلزم. فيجب أن تعلم أن جميع الصفات التي أثبتها الله نفسه ورسوله واجب، ولا يحل لأحد أن يحرف الكلمة عن مواضعه بحجة أن هذا نقص بالنسبة لنا. هو نقص بالنسبة لنا وليس نقصا بالنسبة لله عز وجل. الجبروت والتكبر بالنسبة لنا خلق سيء، بالنسبة لله كمال، كما قال عز وجل الجبار المتكبر. نعم.